يقول السائل: ما حكم قول المأموم؟ ما حكم قول المأموم خلف الإمام عندما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال المأموم: استعنت بالله. هل هذا مشروع أو هذا بدعة؟ غير مشروع، يجب التنبه لهذا، هذا ما يجوز في الصلاة. بعض العوام إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، هذا لا يجوز، هذه زيادة في الصلاة لا تجوز.